قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا الكرام، جيناكم في فيديو جديد. معكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو راح تسمعوا ما يقوله محلل مصري يا خاوتي حول الجيش الجزائري، وذلك عندما قارنه مع الجيش المغربي. على بالي المخازنة ما راحش يعجبهم الحال، لأنه تكلم بكل موضوعية حول قوة الجيش الجزائري. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوه 4000 5000 لايك ومرمدوهم في التعليقات، ما تخليوا فيهم والو خوتي، نخليكم على الفيديو. وكأن المنطقة كانت لاص أزمات وحروب جديدة لكي تنفجر الأوضاع بين المغرب والجزائر الشقيقتين. طبول الحرب تقرع من جديد في منطقتنا العربية بعد إعلان الجزائر والمغرب قطع العلاقات بين البلدين واحتشاد قواتهما على الحدود. قبل ما نتكلم عن تاريخ الصراع بين الدولتين وسبب تأزم العلاقات بينهم الآن، خلينا الأول نقول إن البلدين يملكان جيشين قويين، وإن كانت الكفة تميل نسبياً للجيش الجزائري حسب التقارير الدولية، وأي اشتباك مسلح بينهم سيتسبب في اضطرابات كبيرة قد يصل تأثيرها للدول المجاورة والمنطقة ككل، وهو أمر غير مستبعد. قد تكون مفاجأة للبعض انه كان في بينهم حروب من زمان سميت بحرب الرمال في الستينيات، وحروب بالوكالة في السبعينيات والثمانينيات سميت بحروب الصحراء الغربية، هنعرف تفاصيلها في الحلقة دي. لكن خلينا الاول نقارن بين قوة وامكانيات الجيشين. بحسب تقرير موقع جلوبال فاير باور العالمي لعام 2021، فجيش الجزائر الشقيقة هو واحد من اقوى جيوش العالم ومصنف رقم 27 عالميا، بينما يأتي جيش دولة المغرب الشقيقة في المرتبة رقم 53 بين أقوى 140 جيش في العالم، ويحتل الجيش الجزائري المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش العربية بعد المصري والسعودي، بينما يحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة بين أقوى الجيوش العربية بعد كل من مصر والسعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة. وهناك سباق تسليح محموم بين الدولتين. الجيش الجزائري بيعتمد على السلاح الروسي، بينما بيعتمد الجيش المغربي على السلاح الأمريكي. يعني الجزائر تطلب من روسيا مقاتلات سوخوي 57 الأحدث في العالم، تقوم المغرب تطلب نظيرتها الأمريكية الاف 35 من الولايات المتحدة. لو هنتكلم عن قدرات الجيش الجزائري، يصل عدد سكان الجزائر إلى نحو 43 مليون نسمة، وبيمتلك جيشها 470 ألف جندي، بينما يصل عدد سكان المغرب إلى نحو 35.5 مليون نسمة، وبيمتلك قوات عسكرية عددها 500 ألف جندي. أما من حيث القوات الجوية، تتكون القوات الجوية الجزائرية من 551 طائرة حربية تضم 102 مقاتلة و60 طائرة نقل عسكري وثلاث طائرات تزود بالوقود في الجو، و268 مروحية منها 45 مروحية هجومية. أما القوات الجوية المغربية فبتتكون من 250 طائرة حربية منها 83 مقاتلة و29 طائرة نقل عسكري وطائرتان للتزود بالوقود في الجو و64 مروحية. أما القوات البرية فيضم الجيش الجزائري 2000 دبابة و7000 مدرعة و300 راجمة صواريخ. أما المغرب فتمتلك 3000 دبابة و8000 مدرعة و144 راجمة صواريخ. لو هنتكلم عن ميزانية الجيشين، فإن ميزانية الدفاع الجزائرية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، بينما تقدر ميزانية دفاع الجيش المغربي ب6 مليار دولار، يعني تقريبا أقل من النصف. عشان كده بتصنف التقارير الدولية الجيش الجزائري المتفوق على الجيش المغربي، ولكن ده مش معناه ان حدوث صدام يعني بالضرورة انتصار طرف على طرف، لان صدام جيشين بالحجم ده قد ينتهي الامر بخسائر كبيرة للطرفين بل والمنطقة ككل. عشان كده عاوز بس أأكد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأزمة بين البلدين الشقيقين، اننا في مصر لسنا مع طرف ضد طرف، ولكن نحن مع السلام والتعاون بين الجميع، لأن ده هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء للجميع واستقرار المنطقة. الحقيقة الخلاف بين المغرب والجزائر ليس جديد،
ولكنه قديم جدا منذ استقلال الدولتين عن فرنسا وإسبانيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. المغرب بتقول إن الاستعمار الفرنسي توسع شرقا واقتطع وضم أراضي مغربية له خلال احتلاله الجزائر، ولديها خرائط من قبل فترة الاستعمار بتثبت ملكيتها للأراضي دي وأجزاء من موريتانيا تحت مسمى خريطة المغرب الكبير، وبتطالب الجزائر بردها. أما الجزائر فبتقول إن تلك الأراضي حق طبيعي ليها بعد استقلالها، وطلبت بعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار بالاستناد إلى مبادئ مؤتمر باندونج المنعقد في 1956 في إندونيسيا، وبيقر حق الدول في حدودها الموروثة عن الاستعمار بعد الاستقلال. ومع إصرار كل طرف على موقفه الموضوع تطور لحرب إعلامية بين البلدين. المسؤولين الجزائريين اتهموا المغرب بأن له أطماع توسعية في المنطقة، وردت المغرب بأن الجزائر تبحث عن امتداد ليها في منطقة المغرب العربي وبتهدد وحدة المغرب. وتطورت الأحداث بعدها بشكل متسارع، وبدأت مناوشات عسكرية بين البلدين على الحدود قتل فيها عشرات الجنود من الطرفين. ومع مرور الوقت أصبح الاشتباك حقيقي واقتتال عنيف، وتحولت في أكتوبر 63 لما يشبه الحرب الشاملة على حدود البلدين، سميت بحرب الرمال. واستمر القتال لعدة شهور حتى من أكتوبر 63 حتى فبراير 64 عندما توسطت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لوقف إطلاق النار، وتم توقيع اتفاقية بتنص على تحديد منطقة منزوعة السلاح وتشكيل لجنة تحكيم لتحديد المسؤولية حول من بدأ العمليات الحربية من البلدين، لأن البلدين كل طرف فيهم بيتهم التاني إن هو اللي بدأ بالهجوم. ودراسة مشكلة الحدود بين الطرفين وتقديم مقترحات إيجابية لها. تركت حرب الرمال شرخا في العلاقات بين الدولتين والشعبين إلى يومنا هذا. ورغم إعلان وقف إطلاق النار إلا إن المشكلة ازدادت تعقيدا بمرور الوقت بعد ظهور طرف ثالث في الأزمة. جزء من المنطقة المتنازع عليها اسمها الصحراء الغربية، وكان بيسكنها القبائل. القبائل دي فجأة قالت الأرض دي لا بتاعت المغرب ولا الجزائر، دي أرض مستقلة وإحنا عاوزين دولة تبقى بتاعتنا لوحدنا. وظهرت سنة 1973 جبهة اسمها جبهة البوليساريو، وهي اختصار لجملة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب باللغة الإسبانية. وقالوا لك احنا دولة مستقلة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وطلبت باستفتاء لتقرير المصير. ولكن المغرب اعترضت بشكل قاطع على الكلام ده، وبدأت مرحلة جديدة من النزاع المسلح وحرب عصابات مع جبهة البوليساريو استمرت لمدة 16 سنة وسميت بحرب الصحراء الغربية. الجزائر كانت حاضرة الأزمة دي لدعم جبهة البوليساريو واعترفت بدولتهم وحقهم في تقرير المصير، ما أدى لزيادة الشرخ بين البلدين. سنة 91 برعاية الأمم المتحدة تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو بشرط عمل استفتاء لتقرير مصير الإقليم. ولكن لحد النهاردة الاستفتاء ده لم يتم بسبب اختلافات حوالين مين ليهم حق التصويت. عشان كده فضلت لسنوات أزمة الصحراء الغربية محور أزمة كبرى بين الجارتين المغرب والجزائر، واللي وصلت إلى ذروتها في السنوات الأخيرة، خاصة مع اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتبعية الصحراء الغربية إلى المغرب بعد تطبيعها لعلاقات مع إسرائيل. ولكن تصاعدت الأزمة مؤخرا مجددا بعد تصريحات حديثة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمجلة لوبون الفرنسية حذر فيها المغرب من الاعتداء على جيرانها. دي الخلفية التاريخية للعلاقات المتوترة بين الدولتين، من حرب الرمال إلى حرب الصحراء الغربية. فهل نشهد حرب ثالثة جديدة؟ إجابة السؤال ده تخلينا نسأل سؤال تاني، إيه اللي جد خلى الأمور تنفجر بينهم بدرجة قطع العلاقات والتهديد بالحرب؟ وزير الخارجية الجزائري قال إن بلاده بتتعرض لما وصفه بالأعمال الدنيئة، وإن عداء المغرب ممنهج ومبين. والمغرب بدورها وصفت الخطوة الجزائرية بأنها غير مبررة، وقالت وزارة الخارجية المغربية إن ما حدث كان متوقعا في ظل التصعيد الأخير.
الحقيقة يمكن تحديد ثلاث أزمات كبرى بخلاف الخلفية التاريخية اللي ذكرناها تسببت في التصعيد الأخير بين البلدين وخلى الجزائر تعلن قطع العلاقات مع المغرب. الأزمة الأولى، الجزائر اتهمت دولة المغرب بدعم حركة استقلال منطقة القبائل التي تعرف اختصارا باسم ماك، اللي تأسست سنة 2001 وتتخذ من باريس مقر ليها. وتأسست ماك على يد فرحات مهن للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل اللي غالبية سكانها من الأمازيغ، وهي حركة غير قانونية في الجزائر، وصنفتها الحكومة الجزائرية في مايو الماضي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. فهل دعمت فعلا المغرب حركة ماك ردا على دعم الجزائر لجبهة البوليساريو؟ ما نعرفش. الأزمة الثانية، حرائق الجزائر الأخيرة. السلطات الجزائرية بتقول إن معظم الحرائق التي اندلعت في الجزائر هي بفعل فاعل، وبتتهم حركة ماك بتنفيذها وحصولها على دعم مباشر من دولة المغرب. الأزمة الثالثة، بجسس. اتهمت الجزائر دولة المغرب بالتجسس عليها عبر تطبيق بجسس الإسرائيلي، وقالت الخارجية الجزائرية بشكل واضح قيام سلطات بعض الدول وعلى وجه التحديد المملكة المغربية باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بجسس ضد مسؤوليين ومواطنين داخل الجزائر. والأزمة ما توقفتش عند قطع العلاقات، ولكن أيضا الجزائر لمحت لتغيير مسار الغاز الجزائري اللي كان بيمر إلى أوروبا عبر المغرب ليمر عبر البحر المتوسط، وده هيتسبب في خسائر كبيرة للمغرب، مش بس اقتصادية ولكن كمان خسائر سياسية. مصر بسرعة تدخلت في الأزمة، وحصل اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري وبين وزراء خارجية كل من المغرب والجزائر، ودعت لإعلاء الحلول الدبلوماسية. لكن يبدو أن الأزمة أصبحت معقدة، خصوصا أن لديها خلفيات تاريخية طويلة ما يزيد من احتمالات التصعيد بين الطرفين. في النهاية نحن بنقف على مسافة واحدة بين الدولتين الشقيقتين، وحاولت أسرد لحضراتكم الوضع بكل موضوعية، ومع ذلك هتلاقي ناس في التعليقات بتقولك انت مصري مالك ومال المغرب العرب. اعرفوا على طول انه جاهل، لان المنطقة العربية زي الجسم الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، واي مشكلة في منطقتنا هتأثر على الكل. ما يحدث في مصر يؤثر على المغرب العربي، وما يحدث في المغرب العربي يؤثر على المنطقة كلها. وبنتمنى ان الأزمة تتحل بأسرع وقت، لان المنطقة مش ناقصة اضطرابات ومشاكل وحروب جديدة. حفظ الله مصر واهلنا في الجزائر والمغرب العربي من كل شر، وكل الدول العربية. قولوا امين. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.